الفائز دبوس مبارك عبد الله الدبوس في فئة بيرق المؤسس ونخبة النخبة للون الصفر. الفائز حمد عوضة علي المري في فئة بيرق المؤسس ونخبة النخبة للون المجاهيم. والفائز مطلق صقر عبد الله الفطيماني في فئة بيرق المؤسس للون الشعل. الفائز خالد بن عبد الرحمن بن خالد آل سعود في فئة سيف الملك للون المجاهيم. الفائز هادي عبد الله عبد الهادي الدوسري في فئة سيف الملك ونخبة النخبة للون الشكل. الفائز عبد الله ناصر عبد الله الجبري في فئة سيف الملك للون الصفر. الفائز عايض رفعان عايض القحطاني في فئة سيف الملك ونخبة النخبة للون الحمر. الفائز تركي سعد سويد الحقباني الدوسري في فئة سيف الملك للون الوضح. الفائز خالد نايف حزام نايف الحثلين في فئة سيف الملك للون الشعل. الفائز محمد صالح مجرن العامري في فئة شلفة ولي العهد للون المجاهيم.
مسعد فهد محمد الدوسري في فئة شلفة ولي العهد للون الشكح. الفائز زايد عاصي عبيد الشمري في فئة شلفة ولي العهد للون الصفر. الفائز عبد المحسن صالح عبد العزيز الراجحي في فئة شلفة ولي العهد للون الحمر. الفائز عبد المحسن بعيجان صنهات العتيبي في فئة شلفة ولي العهد ونخبة النخبة للون الوضح. الفائز فالح محمد فالح بن شويشان في فئة شلفة ولي العهد للون الشعل. الفائز حنس مفرس فارس العتيبي في فئة نخبة النخبة للون الشعل. ثانيا جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن. الفائز بشوط الزمول مفتوح بندق هجن الرئاسة المطية هملول المضمر علي جميل الوهيبي. الفائز بشوط الزمول عام بندق محمد راشد حمد الكتبي المطية الصيرمي. الفائز بشوط الحيل مفتوح سيف هجن الرئاسة المطية قطنة المضمر أحمد مطر ماجد الخيلي.
المميز بشوط الحيل عام سيف منصور سعد محمد بن قدلة الأحبابي. كما تتفضلون يا سيدي بتكريم رئيس اللجان التحكيمية سمو الأمير خالد بن سلمان آل سعود، والذي أبلي بلاء حسنا في رئاسته لهذه اللجان، وكان بارعا في إدارة أعمالها، حكما عدلا ومنصفا. وتتفضلون رعاكم الله بتكريم المخرج الكويتي عبد الله حمد المخيال، وهو الحاصل على العديد من الجوائز العربية والدولية، والمتخصص في إنتاج الأفلام الوثائقية عن الصحاري والإبل لما ينيف عن 25 عاما. سيدي خادم الحرمين الشريفين، نستأذنكم الآن في بدء عرض المنقيات الفائزة بالمركز الأول، وكذلك عروض الطبع ومسابقة طرح القعود، ويتولى الوصف والتعليق عليها الزميل حسيب عامر الشمري. دوله على خيل وجهام وارساق وعدها على عدل وعادات